باسم رب العزة والجلال، باسم الشهداء الأبرار، سنبقى صامدين وعلى الحق سائرين، صمودنا كالجبال لا يلين. خسئوا لأنهم عندما أقدموا على حل المجلس ما علموا أن ورثة الأنبياء أورثوا النبوءات في قلوب الأحرار، ليس إلا وما على العبيد من حرج. ونقولها كما قالها العلامة الكبير السيد الغريفي: إن كل مسجد وكل حسينية وكل قرية ومنطقة في البحرين ستتحول إلى مجلس علمائي. معكم يا علماء، شراييني وكل دمائي، روحي فداء المجلس العلمائي. هتفت شراييني وكل دمائي، روحي فداء المجلس العلمائي. أرضي وسمائي، مائي وهوائي، كل الدنيا تنهل من ديني. أسرار يقيني أحياء، وإلى العلماء حبي ووفائي يسعى سعيا. صرخت وجداني كحديث لساني ترفض غياء. أنا بيعة كبرى وعقد وفائي، لم أرضى ذلا فالإباء إبائي. هتفت شراييني وكل دمائي، فداء المجلس متواقفا واهزأ من الأوغاد، واصنع بموتك وقفة الأمجاد. متواقفا مثل النخيل وشامخا، ألقا يهز فرائص الجلاد. يا أيها الجسد الجريح وقد غدا علما يرفرف عاليا ببلادي، الفجر لاح بقبضتيك وأشرقت منك الحياة جديدة الميلاد. لا تلتفت للخانعين ولا تعر سمع الإباء لنعقة الحساد. يا فارس الشرف الرفيع، ويا يدا كتبت حروف الشعر دون مداد، يا من صنعت من الشهادة فهرسا للثائرين ومعجما لجهادي. هذه الأبيات مهداة إلى روح الشهيد البطل فاضل عباس. قفوا جميعا تحية للشهداء، ورحم الله من قرأ لروحهم الفاتحة. We'll be right back.
فداء الأحرار، حيوا فرسان الفداء، قد هزموا الذلة والعار، ردوا شمسا للمدى، حيوا الشهداء الأحرار، حيوا فرسان الفداء، قد هزموا علينا